بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، قبل أن نبدأ، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسأل سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورات. لماذا ندرس العقيدة الطحاوية؟ تقدم معنا إخواننا، اترك الكتب الشيخ، اترك الكتاب، تقدم معنا يعني لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس العقيدة، لكن لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ لماذا كانت هذه الدورة في العقيدة الطحاوية؟ لماذا ندرس العقيدة الطحاوية؟ ما السبب؟ نعم الشيخ، في العقيدة، لهذا ندرس العقيدة، لكن لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بالذات، متن العقيدة الطحاوية؟ نعم الشيخ، نعم، شاملة نافعة. أخواننا، احنا لدينا شروط للدعوة، وقد تقدم هذا معنا في كتاب التوحيد أن شروط الدعوة خمسة. الأول، الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الثاني، العلم الشرعي على بصيرة. الثالث، معرفة حال المدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فلا بد معرفة حال المدعو. لماذا؟ حتى تأخذ لهم الأهبة والاستعداد، كيف تخاطبهم، ماذا لديهم من الحجج، من الشبهات، من كذا. العلماء رحمهم الله تعالى رتبوا لنا العلم، لم يبقى معنا إلا أن نسير على هذا الطريق. يعني مثلا قالوا أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وأهم كتب على ما يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، هذه أهم كتب تدرس في التوحيد والعقيدة. لكن الآن لدينا مناطق، بعض المناطق لا يصلح أن تأتي وتدرس فيها العقيدة الواسطية، لأنه بعض الناس يعني نشأ على المذهب مثل مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فمن الحكمة في الدعوة عندما تأتي لهذه المناطق مثل شرق آسيا مثلا، عندنا الآن هذه الدول نحن نعرف أنهم على المذهب، مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فخطأ عندما تذهب وتأتي وتدرس العقيدة الواسطية، تأتي تدرس العقيدة الطحاوية، تأتي مثلا المغرب العربي، دول المغرب العربي تدرس عقيدة من؟ عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع، هي عقيدة واحدة، لأن هؤلاء أئمة لمن؟ لأهل السنة. وهذا من الحكمة في الدعوة، لهذا يعني اخترنا دراسة هذا المتن، لأنه قد الواحد منا يسافر إلى هذه المناطق فيأتي ويدرس العقيدة الطحاوية، أو يدرس يعني شيء من معتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أحد الدكاترة عندنا في الجامعة الإسلامية في القديم كانت هناك دورات في الإجازة الصيفية، يعني الجامعة ترسل مشايخ دكاترة إلى مناطق مختلفة،
وأرسل هذا أحد الدكاترة إلى منطقة في أفريقيا، يقول وصلت هذه المنطقة ومقرر على هذا الشيخ أن يدرس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول وصلت إلى المنطقة، وإذا المنطقة يعني صوفية تيجانية، يعني يقول الصلاة عافية السلام، كيف أدرسهم كتاب التوحيد هؤلاء وهم يعني يعرفوا، يقول عني ويقول عني أنني وهابي. يقول ظللت هذه الليلة والله ما استطعت النوم حتى جاء يقول الإمام وأوقظني لصلاة الفجر، أظنني نائم وما يعني يقول يعني أبد هذه الليلة لم أذق النوم قط. فيقول صلينا الفجر، صلى بنا الإمام، ثم بعد الصلاة قال جاءنا هذا الشيخ من المملكة ويدرس، تفضل. يقول قمت وقلت عقيدة من؟ أنتم على عقيدة من؟ تدرسوا أي كتب؟ قال والله نحن ندرس عقيدة الإمام التيجاني. فقال أنا أدرسكم عقيدة الإمام التيجاني. قل استغربوا، قلت هذه عقيدة كل مسلم، كل مسلم لابد يعتقد هذا المعتقد الإمام التيجاني وكذا وكذا وكذا. وقل بدأت ودرستم معتقد أهل السنة والجماعة. يقول ظللت شهر معهم، درستم كتاب التوحيد ورجعوا لمعتقد أهل السنة والجماعة وفرحوا بهذا، وأرسلوا رسالة بعد انتهاء الدورة إلى الجامعة الإسلامية، قالوا لا تبعثوا لنا بعد اليوم إلا فلان، هو الذي يعرف معتقدنا، البقية كلهم وهابية. فحتى الآن في المقرر في المدارس يقرر أحيانا على الأستاذ يعني كتاب من الكتب صحيح، لكن يأتي هذا الأستاذ ويشرح بالذي يعتقد، فلا إشكال في الكتاب. نعم الكتاب له دور، لكن أحيانا تضطر لتدريس بعض الكتب. ولهذا يقول بعض العلماء أنت تضبط الآن كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ثم لو تأتيك أي عقيدة الآن تشرحها كما تجعل لديك أصل عقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، ولا إشكال يأتي أي كتاب ولا يضر هذا. لدينا مدرس شيخنا الشيخ حيد حفظه الله، جاء رجل طالب صغير وقال الشيخ أريد تشرح لي كتابا في النحو. قال يا ولدي أنا لا أعرف نحو السعوديين، أنا أشرح لك نحو الشناقض. قال لا لا نحو الشناقض ما أريد، أنا أريد نحو السعوديين. يقول يا ولدي ليس هناك فرق، نحو السعوديين نحو الشناقض نحو الكويتين كله نحو، مفهوم. فالفقه يعني فقه الدعوة، معرفة حال المدعو، ولهذا ندرس هذا المعتقد معتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. سنتكلم بإذن الله تعالى كلمة موجزة عن ترجمة هذا الإمام. نعم قال رحمه الله وما يعتقدون من أصول الدين. لا تذكر الترجمة. نعم. الإمام أبو حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد 80 للهجرة وأدرك جماعة من الصحابة. قال الخطيب رحمه الله إنه رأى أنس بن مالك، وكان رحمه الله عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. مات 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يا أخوانا حب الأئمة ومنهم الإمام أبو حنيفة، حب أبو حنيفة من الإيمان. لماذا؟ حب أبو حنيفة رحمه الله من الإيمان، دين والله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الأئمة نحن لا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم إلا بالخير. المعصوم من عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن لا نذكرهم إلا بالجميل ونثني عليهم، لأن الطعن فيهم طعن في من؟ لو تطعن في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أنت في الحقيقة تطعن في من؟ تطعن في السنة. يعني الآن
مثلا نحن في هذه الدولة المباركة سأل الله سبحانه وتعالى يديم عليها نعمة الأمن والإيمان، لو تكلمنا عن رجل واحد من الحكومة معنى هذا أننا نتكلم في من في الحكومة، لهذا الحكومة تحاسب هذا من يتكلم، صحيح؟ أي نعم. فكيف عندما نأتي ونتكلم على إمام من الأئمة؟ فنحن نذكرهم إلا بالجميل ونقول حب هؤلاء من الإيمان. نعم الثاني نعم ترجمة هذا الإمام عالم زاهد ورع عابد. إخواننا أهم شيء لدينا العلم بالعمل، العمل بالعلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا الإمام يعني عرف عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. الترضي هنا الذي ذكر هذا لا أشكال فيه، نحن نعرف أننا إذا ذكرنا الله نقول سبحانه وتعالى أو عز وجل، وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليهم، وإذا ذكرنا الصحابة نترضى عنهم رضي الله عنهم، وإذا ذكرنا العلماء من بعد الصحابة رضي الله عليهم نترحم عليهم، الأموات نترحم عليهم، والأحياء نقول حفظهم الله، صحيح. لكن الترضي عن الصحابة هو فيه خبر وإنشاء، نخبر أن الله رضي عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الترضي عن غير الصحابة يصح، لكن هو من باب واحد، من باب الدعاء فقط، فصح أن تترضى. لكن إذا كان يشكل هذا على السامع لا تترضى، ترحم. كيف يشكل على السامع؟ يعني الآن أقول قال علي بن أحمد، علي بن أحمد لو قلت رضي الله عنه هذا يظن أنه صحابي، لكن عندما أقول قال الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول هذا لا يشكل عليه، أنا أعرف أن الإمام الشافعي ليس في الصحابي، والترضي هنا من باب الدعاء لا من باب الإخبار، مفهوم؟ فهنا عندما يترضى يقول قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، هذا لا إشكال في هذا، مفهوم أخواننا؟ نعم. وإذا كان هناك إشكال ترحم، مفهوم؟ نعم نعم الطحاوي أتكلم نعم. الآن ترجمة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المؤلف. هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق. ولد سنة 290 للهجرة، وقيل سنة 230 للهجرة. تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك التقليد الذي لا بصيرة فيه في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. نعم إخواننا، التقليد الآن أو الدراسة، التقليد شيء، الدراسة على المذهب. يعني الآن لو ننظر في ترجمة كثير من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول ما طلب العلم طلب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى دون تعصب ولا تقليد أعمى، درس على هذه الطريقة، لأنهم قالوا في شيخ الإسلام هو في أول الأمر درس على المذهب، مذهب الحنابل، ثم في آخر الأمر أصبح مجتهدا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أول الأمر، وعلى هذا سار الأئمة. عندما تدرس يعني مذهب من المذاهب وهذه المؤلفات والكتب التي ألفت، هذا والله يعني فيه خير كبير، لكن تحذر من التعصب، التقليد الأعمى، ترك الأدلة. ثم الآن مثلا لو جئت إلى مذهب الإمام أحمد مثلا وتأخذ مثلا الزاد، زاد المستقنع، و تجد الزاد يجمع لك مسائل كثيرة متفرقة
في ماذا؟ في كلام مختصر. شروط الصلاة كذا 9 مثلا، واجبات الصلاة 8، فتجد أن الأمور تجتمع معك الآن بماذا؟ بالدراسة على المذهب، دون التقليد ولا التعصب، وتسير على هذه الطريقة ولا إشكال بإذن الله تعالى. الإشكال، كل الإشكال في ترك الأدلة من الكتاب والسنة. ثم البعض يقول لا، عندما ندرس المذهب الآن نترك الكتاب والسنة. لا، أصلا من أين جاء هؤلاء بهذا الكلام؟ من الكتاب والسنة. نعم نعم. ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سياني. ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك. مات سنة 21 و300، وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر، رحمه الله تعالى. نعم، رحم الله الجميع. نعم أخواننا، هؤلاء أئمة ساروا على هذا الطريق وألفوا مؤلفات، ونحن الآن إذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يضع لنا البركة في علمنا نسير على هذا الطريق، لأن مؤلفات هؤلاء عندما ألفوا وساروا في هذا الطريق سبقونا إلى العلم. يعني الآن مثلا، لماذا ندرس كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، العقيدة الواسطية؟ لماذا لم يضع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مؤلفات غير هذه المؤلفات ويلغي هذه المؤلفات؟ هذا ما يمكن يكون عليه العلماء، لأن هؤلاء سبقوا إلى الطريق. فإذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا نسير على هذا الطريق. والله يقال والله أعلم، الإمام صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ابن مالك رحمه الله ألف ألفية في النحو، لكن سبق من من ابن معطي الزواوي. يقال والله أعلم أنه كتب في أول الألفية، قال: فائقة ألفية ابن معطي، ثم نام. في المنام رأى من؟ رأى ابن معطي الزواوي، فقال له: فائقة ألفية ابن معطي، يعني هذا قول من؟ قول ابن مالك. ابن معطي الآن ينبه على هذا، قال: فائقة ألفية ابن معطي، والحي خير من ألف ميت. قال: أنت الآن حي وأنا ميت، ولو كنت معك في الحياة أنافسك، الآن ما أستطيع، فلابد تذكر لي ماذا؟ ها، الفضل والسابقة. فاستيقظ الإمام ابن مالك رحمه الله وكتب: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. إذن يا أخواننا، لابد نعترف لهؤلاء بالعلم والفضل ونسير على هذه الطريقة. وعندما تأتي إلى منطقة من المناطق تبحث عن أفضل كتاب لديهم، تأخذه وتبدأ تشرح فيه على ما تقدم لديك من الكتب التي يعني قد انضبطت لديك، كالكتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، مفهوم؟ أي نعم. ثم الآن قد تجد إشكالات كما سيمر معنا الآن هنا، فماذا تصنع؟ تشهر بالمؤلف؟ لا. يعني الآن مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الزاد شرح الممتع، صح؟ وهو على ما سماه المؤلف ممتع. خالف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مسائل كثيرة في هذا الكتاب، لكن أفردها بمؤلف؟ لا. شهر بالمؤلف؟ لا. نشر الكتاب ثم داخل الشرح رد دون أن تشعر، وهذا من فقه العلماء. يعني الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى خالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في مسائل، صح؟ شرحها دون أن تشعر، يقول: هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف، والصحيح كذا وكذا وكذا.
رد لطيف قدم هذا المؤلف، قدمه في الفضل وفي العلم وشرح الكتاب ورد دون أن تشعر. هذه الطريقة سار عليها الأئمة عندما شرحوا كتب أئمة لهم سابقة وفضل وعلم في ماذا؟ في الكتاب والسنة.